سيد رئيس الجامعه مش في الشوا نتاعك انت برك، معناها تحس بانه السيد رئيس الجامعه عنده سلطه على اختيار الملاعبيه بصفه عامه. اي معزز، يظل لي احنا مشكلتنا في الموضوع هذا اللي الحقيقه نعرفوها الناس الكل، اما ما نجموش نقولوها. هاي انا باش نقولها، اللي غير الجامعه غير يتحكم في كل شيء. باهي، رئيس الجامعه يتحكم في كل شيء. اي كيفاش لاحظت انه يتحكم في كل شيء ولا مجرد كلام سمعته؟ احنا في البلاتون نعرفوها مليح هذايا، معناها الناس تعرف البلاتون، الاعلام، الناس الكل تعرف انه هذا انه يتحكم في وله اول رئيس جامعه، ونتخيل له اخر رئيس جامعه. لكن انت شنو لاحظت مثلا في الاجتماعات الفنيه، في التربصات، كيفاش عرفت معناها؟ انا نعرف اللي هو اللي يتحكم في كل شيء. اوكي، المدرب معناها بنعطوا حقه، اللي هو مدرب محترم ومدرب باهي، وهو اللي خلاني انا باش نكون معاه في المجموعه. لكن من بعد ما بين مدرب اختيار مدرب ورئيس جامعه، اكيد باش يمشي القرار تاع رئيس جامعه. باهي، انت حسب رايك تنحيت بلاصه شكون؟ لا بالنسبه يا معز، بالنسبه راه اللاعبيه ما نحبش حتى ملاعبي، خاطر كلهم اصحابي واخواتي، والله ما عندي مشكله مع حتى ملاعب. انا ما نحبش نجبد حتى ملاعب، خاطر في الاخر الكل راهو زواري يحب يلعب كوب ديمون، اي ملاعب يحب يلعب كوب ديمون، انا ما نحبش نتكلم عن حتى ملاعب فيه. بالعكس، هذوكم اصحابي واخواتي وانا معناها عندي معاهم عامين وثلاثين نعرفهم، معناها فماش علاش باش نجبد فيهم اي واحد الباهي ولا بالخايب. بالعكس، انا ما نجبدش زحمه اول واحد في كوب ديمون. سعد، انت بالنسبه ليك عادي انه القائمه نتاعها في اربع حراس؟ تراش مثلا ما تكون تجم انت تكون موجود في القائمه وبثلاثه حراس بركه، كيما منتخبات العالم الكل ما عدا ايران وسويسرا، وماناش في نفس الوضعيه، لانه في سويسرا فما حارس ولا اثنين مضروبين. المدرب هو اللي عنده علاش اختار اربعه وعلاش اختار ثلاثه وعلاش اختار سته. انا كملاعبي علاش نحيت من اللي انا من نهار الاول حكيت مع سي جلال بوضوح، قلت له سي جلال ما تهزنيش وتنحيني، قال لي سعد واحد ما نهزش وما نحيش واحد مني انا. من سي جلال يهز اربع ولا سته هذه تكون مش خدمتي انا. انا يهمني كان في روحي انا، وقت حكيت معاه قال لي سعد تهنى. وانا وقت حكيت معاه صباح قلت له اعطيني السبب، قال لي سعد الله غالب شوى. وانا قلت له انا نعرف مش اختيار فني، انا نعرف. امره بحول الله ربي باش يخلي حق. اي معناها سي جلال القدري ما نجم يقول لك كان الله غالبك هاو، ما نجمش يعطيك تفسيرات اخرى، تفسيرات فنيه تكتيكيه، ماكش حاضر الاداء نتاعك مش حاضر. انا قلت له علاش انا بالذات، اعطيني سبب اقنعني به. تو اخويا والله نلحق ونلعب عادي، فما حتى قال لي الله غالب شوية.